السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا الماس ترانسفير اوبريشن ديفيوجن انجازز ماكسويلز لو فور مالتي كومبوننت ماس ترانسفير في الجزء الثالث من المحاضرة الرابعة. في هذه المحاضرة راح نتعرف على قانون الماكسويل في حالة إذا كان عندنا الخليط يتكون من أكثر من مادتين، اللي هو ماكسويل لو فور مالتي كومبوننت ماس ترانسفير. أخذنا بالجزء الثاني من المحاضرة الرابعة في حالة إذا كانت النظام مالتي يتكون من مادتين باينري سيستم، وتعرفنا كيفية اشتقاق على معادلة الماكسويل وكيفية الحصول عليها. الآن في هذا الجزء من المحاضرة نتعرف على كيفية الحصول على قانون الماكسويل في حال كان النظام عندنا أكثر من مادتين مالتي كومبوننت. الأسلوب اللي راح نتبعه هنا تقريبا هو نفس الأسلوب اللي راح نتبعه في حالة إذا كان عندنا باينري، والشروط اللي اتبعناها بالباينري قلنا بأنه الانحدار الضغط يتناسب تناسب طردي مع تراكيز المواد اللي تتكون من عند الخليط مضروب في driving force velocity للخليط. هذا القانون تعرفنا عليه بالمحاضرة السابقة في حالة إذا كان عندنا السيستم باينري. نفس الحالة يطبق في حال إذا كان السيستم عندنا يتكون من المالتي كومبوننت. المالتي كومبوننت أيضا بأنه pressure gradient يتناسب تناسب طردي مع حاصل ضرب التراكيز مع الـ driving force للـ velocity. هنا ايش راح يسوي؟ بأنه عندنا المادة اللي تنتشر هي المادة A. المادة A هي اللي تنتشر عندنا، وبالتالي وين تنتشر؟ تنتشر في بقية مكونات الخليط. لنفرض هنا عندنا مكونات الخليط من عدة من المواد، فالمادة A اللي تنتشر في المادة B اللي هنا حاصل ضرب الكونسنتريشن مادة A في المادة B مضروب في الدرايفنج فورس اللي هو فرق سرعة المادة A مع المادة B، زائدا المادة الثانية اللي تنتشر بها المادة A هي المادة C. فإذا معناتها ثابت التناسب مضروب في تراكيز المادة A ويا المادة C مضروب في الدرايفنج فورس للفيلوسيتي لكليهما، زائدا المادة الثالثة اللي تنتشر بها المادة A في المادة D ايضا مضروب في التناسب في الكونسنتريشن للماده A والماده D في الدرايفنج فورس للمادتين، وهكذا نستمر. كان المفهوم بانه هاي المعادله نحاول ايش راح نسوي بها؟ نشابهها بمعادله الفيكس لو مثل ما سوينا بالباينري. المفروض نحصل على تعبير للفلكس للماده A للانتشار الماده A، زائدا تعبير للبارشل بريشر، زائدا تعبير للديفيوزيفيتي اللي هو ديفيوجن كوفيشنت. شو راح يقول هنا قبل ما يبدي؟ راح يقول بما انه الماده اي هي اللي تنتشر بالبقيه المكونات والماده بي ما تنتشر لانه يعتبرها ثوابت، فمعناتها السرعه مال الماده بي والسرعه مال الماده سي والسرعة مال المادة دي إلى آخره راح يعتبر هي بما أنها السرعة الصفر فراح يهملها. يعني هذا الحاد مال الـ VP يهمله والـ VC يهمله وأيضا كذلك الـ VD يهمله وهكذا. فهذا أول جزء يتخلص من عنده. بعدين راح يبدي يوفر بالمعادلة الفلكس للمادة A. كل مين نغير الظاهر تلاحظون اكو بقالنا هنا السرعه مال الماده اي وهنا ايضا السرعه مال الماده اي وهكذا البقيه السرعه مال الماده اي. فهاي السرعه نقدر نتخلص من عندها بتغيير السرعه بدلاله الفلكس، لانه عاده احنا نعرف الفلكس اي فلكس لاي ماده هو عباره عن السرعه في التركيز. معناتها السرعه ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا الفلكس على التركيز. فهاي السرعة اللي حصلناها من هذا القانون أرجع أعوضها وين؟ هنا. أرجع أعوضها هنا. ف
فما رجعت أعوضها على مود أحصل على تعبير الفلاكس اللي هو الـ NA، أصبحت المعادلة بهاي الصيغة، المعادلة أعلى أصبحت بهاي الصيغة. نلاحظ بأنه اختفت السرعة وظهر بدالها التراكيز، وأخذنا الفلاكس عامل مشترك، أخذنا الفلاكس عامل مشترك اللي هو الفلاكس يقصد بها الفلاكس المادة أي. هذا أول شيء وفرناه بحصولها على قيمة الـ NA. هسه تتذكرون بأنه ورا ما حصلنا على قيمة الـ NA نبدي نحاول أن نعيد صياغة المعادلة بدلالة الضغوط للمادة أي، وبعدين نوفر بالمادة بدلالة الضغوط للمركبات، وبعدين نحولها بدلالة المادة أي إذا قدرنا. نقول الكونسنتريشن الموجود اللي هو للمادة B وللمادة C وللمادة D، هذا الكونسنتريشن راح احوله بدلالة الضغوط. فعادة بما انه بدنا نشتغل احنا غازز، فالكونسنتريشن يجي من القانون العام للغازات، فالضغط شو يساوي لنا؟ التركيز R في T لكل مادة، لكل مادة، للمادة B والمادة C والمادة D. اقول بانه معناتها الكونسنتريشن شو يساوي لنا؟ الضغط على ال R في T. من اعوض هذا الكونسنتريشن بدلالة الضغوط راح تتحول المعادلة اللي كانت بدلالة الكونسنتريشن تتحول المعادلة بدلالة الضغوط. إذا هاي ثاني شغلة قدرنا نحصلها بأنه غيرنا المعادلة وأصبحت تحتوي على الفلكس للمادة A NA وأصبحت تحتوي على الضغوط. أوكي؟ نرجع إذا تتذكرون بأنه للحصول على الـ DAP الكوفيشنت للديفيوجن، الالفا اي بي هي عباره عن الار سكوير في تي سكوير على دي اي بي توتال بريشر. هاي احنا صيغه اخذناها من الجزء الثاني من المحاضره السابقه. راح نحول المعادله بدلاله الديفيوجن كوفيشنت، اصبحت المعادله لانحدار الضغط بهاي الصيغه، هاي المعادله بهاي الصيغه. انحدار الضغط يحتوي على الفلكس للمادة A ويحتوي على البارشل بريشر للمواد وتحتوي على الديفيوزيفيتي أيضا للمواد. أنا أريد الفلكس الـ NA، قانون الفلكس، فأرتب المعادلة أقول الـ NA يساوي، فترتبت المعادلة وظهرت عندنا المعادلة اللي هي هنا خلينا لها ستار. هاي المعادلة الستار هي المعادلة عامة للماكسويل لو في حالة إذا كان السيستم مالتي كومبوننت. نلاحظ بأنه هاي المعادلة تحتوي لحساب الفلكس تحتوي على البارشل بريشر للمواد اللي هي اللي ضمن الخليط اللي تكون غير منتشرة اللي هي مادة B و C و D إلى آخره. احتمال يعني احنا أخذنا أقل شيء هي 3 مواد، احتمال تكون 4 أو 5 مواد تحتوي على البارشل بريشر للمادة أي اللي هو ده ينتشر، تحتوي على التوتال بريشر والآر والتي ثوابت، بالكذلك على الديفيوجن كوفيشنت. هاي المعادلة عامة للماكسويل فور مالتي كومبوننت سيستم، ولكن أيضا هي غير كاملة لحد الآن لأنه تحتوي على الجزء الأخير ده اللحظة هي البارشل بريشر انحدار الضغط باتجاه الانتشار اللي هو DPA على DZ. ايش راح يسوون؟ راح يبدون يقللون من الرموز الموجوده، فهذا الحد كله، هذا الحد كله هو هذا ثوابت، هذا ثابت، يعني واحد على حاصل جمع قسمه كل ماده بارشل بريشر على ديفيوزيفيتي مالته، فراح يقلل راح يرمز له كلها بدلاله الدي داش، يعني هذا الكسر الطويل اللي نشوفه راح يخليه يرمز له دي داش، وراح نعرف شنو الدي داش هو شنو يعني، بس هو هذا فقط على مود يصغر من الـ يعني الثوابت اللي موجوده بها. فاحنا نعرف هسه عرفنا احنا مباشره بالعين راح نعرف الدي داش هو عباره عن شنو، هو واحد على حاصل جمع البارشل بريشر لكل ماده تقسيم الديفيوجن كوفيشنت لتلك الماده.
نلاحظ طلاب هنا بأنه قيمة الدي داش يساوي لنا واحد على قيمة البارشل بريشر مثل ما قلنا على كل ديفيوجن كوفيشنت لتلك المادة. هنا قلبها هو الواحد على دي داش مثل ما تلاحظون بهاي الصيغة الموجودة، فهي نفس الشيء طلاب إذا تريدون تأخذوها دي داش أو واحد على الدي داش، هذا هو تعبير لقيمة الدي داش الموجودة بالمعادلة السابقة اللي هي معادلة الفلاكس اللي هي الستار، وضعنا لها رمز الستار. هاي ذيك المعادلة كانت هي المعادلة العامة للماكسويل فور مالتي كومبوننت سيستم. هنا راح يعيد صياغة ثانية لمعادلة الستار اللي أخذناها. إذا تلاحظون المعادلة السابقة كانت بدلالة البارشل بريشر للمواد الغير المنتشرة في المادة A، كانت المواد غير المنتشرة أخذت ثلاث مواد اللي هي البي والسي والدي. هسه راح يعيد صياغة المعادلة ستار السابقة وراح يخليها بدلالة المول فراكشن لتلك المواد. شو يسوي؟ راح يقسم ويضرب المعادلة بيش بالبي توتال ناقصا البي اي على البي توتال ناقصا البي اي. شو يقصد هنا بالبي توتال ناقصا البي اي؟ يعني هذا الصيغه الرياضيه البي توتال ناقصا البي اي يعني البارشل بريشر، عفوا التوتال بريشر ناقصا البارشل بريشر للماده اي. اقصد هنا بيها معناتها المتبقي من المواد هي شنو؟ البي والسي والدي، المواد الغير منتشرة. معناتها راح يقسم حاصل جمع البارشل بريشر للمواد الغير المنتشرة على حاصل جمع البارشل بريشر للمواد الغير المنتشرة. يعني ايش بقى من البي توتال ناقص البي اي؟ الخليط يتكون من اربع مواد الاي والبي والسي والدي. من اقول التوتال بريشر ناقص البارشل بريشر للمادة اي، بقالي شنو؟ بقالي البارشل بريشر للمواد الغير المنتشرة اللي هي للمادة بي والسي والدي. اذا مجموع البارشل بريشر للمواد الغير المنتشره على مجموع المواد البارشل بريشر للمواد ايضا الغير المنتشره، راح يضرب ويقسم المعادله ستار. فنلاحظ المعادله ستار تحولت بهاي الصيغه، المعادله ستار تحولت بهاي الصيغه، تحولت بدلاله المول فراكشن للمواد الغير المنتشره، اختفت بالمقام مقام الدي داش، اختفت. لاحظوا هذا الدي داش هنا، هذا لاحظوا هنا شو ظهر عندي؟ ظهر عندي الواي بي داش، وظهر عندي الواي سي داش، وظهر عندي الواي الدي داش. هاي الثلاثة اذا نلاحظ بانه كانت بالبسط مال المقام كان اكو بي 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 سي و بي دي. هنا انشالت البارشل بريشر ورما ضربنا بالصيغه على اللي هي بي توتال ناقص البي اي على بي توتال ناقص البي اي، ضربنا وقسمنا بالمعادله ستار، تحولت المعادله ستار بدلاله البارشل بريشر للمواد الغير المنتشره الى المول فراكشن لتلك المواد الغير المنتشره. بس لاحظوا طلاب فد ملاحظه شويه ركزوا عليها، بانه هنا المول فراكشن ليش خلى له داش؟ الواي بي والواي سي والواي دي ليش خلى له داش؟ يعني مو احنا عاده المول فراكشن هو واي، بس ليش اكو داش بالموضوع؟ فهاي خلوها الملاحظه ببالكم، راح نشرحها اخر السلايد، اشرحها اخر السلايد. هنا ظهرت بالواي بالاعلى اكو داش، اكو فتحه، اوكي؟ فهسه تحول الحد الدي داش تحول بدلاله المول فراكشن، بدلالة المول فراكشن، ورا مكان بدلالة البارشل بريشر للمواد الغير منتشرة مثل هذا، هسه تحولت إلى شنو؟ بدلالة المول فراكشن. فهاي صيغتين طلاب للمعادلة، صيغتين للمعادلة الماكسويل في حالة إذا كانت المالتي كومبوننت سيستم. نرجع نكمل المعادلة، فأصبحت المعادلة بهاي الصيغة، فكانت هو نفسه بالصيغتين هو نفسه، ولكن منو دا يتغير؟ دا يتغير قيمة الدي داش. هذا الدي داش مرة ياخذه بدلالة المول فراكشن ومرة ياخذه بدلالة البارشل بريشر، اوكي طلاب؟ فهاي المعادلة الصيغة العامة للماكسويل نمبر، الماكسويل افولو في حالة المالتي كومبوننت سيستم. هي معادلة عامة لكن لحد الآن غير كاملة بسبب وجود الحد الأخير منها اللي هو البارشل بريشر ويا من ويا الدايركشن اوف ديفيوجن،
ويا اللي هو اتجاه الانتشار. هذا المفروض أكامله مثل ما نعرف سابقا، أكامله بأنه أفصل الـ DPA عن الـ DZ، وحدود التكامل مالتي من يكون من الـ PA واحد، هنا طلاب هذا العفو أكو نقص، هذا ترى تكامل، تكامل اللي هو حيكون اللي هو هذا أقصد به تكامل من الـ PA واحد إلى PA اثنين، وهنا تكامل بالنسبة للـ Z من الـ Z واحد إلى شنو؟ إلى Z اثنين. هذا هو تكامل. من كملنا المعادلة أحصلنا على نفس التكامل السابق. هاي المعادلة هي المعادلة العامة للماكسويل نمبر اللي هي في حالة المالتي كومبوننت سيستم، بس وين؟ بالغاز سيستم. بالغاز سيستم يساوي لنا الـ Na يساوي لنا ماينس D داش على الـ RT P توتال على اللوج المين بارشل بريشر، نفس اللوج المين بارشل بريشر اللي اخذناه سابقا وهسه راح نتعرف عليه. وراها شو يسوينا؟ بي اي 2 ناقصا البي اي 1 على زد 2 ناقصا الزد 1. هنا هاي المعادله كلها احنا ماخذيها تقريبا سابقا، الاختلاف اللي صار هو بالدي داش، والدي داش هو عندنا نوعين شكله، مره بدلاله البارشل بريشر للمواد الغير المنتشره، دا اركز للمواد الغير المنتشره، والصيغة الثانية للدي داش بدلالة المول فراكشن أيضا للمواد الغير المنتشرة. أي صيغتين للدي داش تقدرون تستخدموها حسب معطيات السؤال، لأن يعني في بعض الأحيان المعطيات السؤال تعطى بدلالة البارشل بريشر، وفي بعض الأحيان يعطيكم إياها بدلالة المول فراكشن. أقدر لازم أحسب قيمة الدي داش بالبداية ويلا أعوضه بالقانون، وأيضا لازم أحسب قيمة اللوج المين بارشل بريشر الموجود بالمقام هذا، اللوج المين البي ال ام لازم أحسبه قبل ما أبدي أعوض بالمعادلة لإيجاد الفلكس للمادة أي اللي هي معدل انتشار المادة أي بالمواد الغير منتشرة اللي هي البي والسي والدي إلى آخره. هاي هي معادلة الماكسويل إكويشن. اكو بعض اللي صار عندنا شنو؟ شوية انتبهوا على هاي الملاحظة طلاب. مثل ما قلت لكم ليش المول فراكشن خلاله داش؟ المول فراكشن بالقيمة الدي داش هنا ليش خلاله داش؟ يعني هاي هسه بدي اشر عليها، هذا ليش اكو داش بالموضوع؟ اللي هنا اكو داش لازم واي سي داش، هنا اكو واي دي داش، ليش داش؟ ليش المول فراكشن اكو بي داش؟ بس خلينا نعرف اول مره شنو التوتال بريشر للخليط. التوتال بريشر للخليط احنا نعرفه يعني الضغط الكلي مين متكون من حاصل جمع الضغوط الجزئيه لجميع مكونات الخليط. مين متكون الخليط؟ قلنا متكون هنا من اربع مواد، الاي اللي هو ده ينتشر بالبي والسي والدي. فاذا اشكالت منكم بين قوسين الديفيوزنج يعني الماده ده تنتشر زائدا المواد الغير ده تنتشر. ايش رمزنا له طلاب؟ انتبهوا هنا رمزنا له بي توتال كابتر. اوكي، من اقول بي توتال ناقصا البي اي اللي ضربناه بالبدايه، هذا اللي ضربناه تتذكرون اشرحها اخلي بالدائره اكر عليه، تتذكرون هاي من حولناها من بارشل بريشر معادله الماكسويل للدي داش الى مول فراكشن، هذا شي يمثل لكم البي توتال ناقصا البي اي؟ يمثل لنا شنو اقصد بي؟ يمثل لنا الباقيه، حاصل جمع البارشل بريشر للمواد الغير منتشره، لان هو جاي يقول الضغط الكلي ناقصا الضغط الجزيئي مال الماده اي. اذا طرحنا الضغط الجزيئي مال الماده اي من الضغط الكلي، اذا طرحنا الضغط الجزيئي من الماده اي من الضغط الكلي، شو بقالي؟ بقالي الضغوط مع المواد الغير المنتشرة، هنا كاتب النان ديفيوزنج اونلي، هذا حاصل جمع ضغوط المواد الغير المنتشرة رمز له بالبي تي سمول، بي تي سمول. ففرق طلاب بين البي توتال اللي هو كابتل عن البي تي سمول، البي كابتل البي تي كابتل البي توتال الفوق هذا هو يقصد به حاصل الضغط الكلي، معناته حاصل جميع مكونات الضغوط اللي بتكون من عندها الخليط. اما من اقول بي تي سمول، بي تي سمول معناتها عبارة عن شنو؟ حاصل جمع الضغوط للمواد الغير المنتشرة.
للمواد الغير المنتشرة. فعرفنا الفرق بيناتهم. هذا هو PT small هو حاصل جمع الضغوط للمواد الغير المنتشرة. هذا وين راح يظهر طلاب؟ PT small وين يظهر؟ راح يظهر بأنه احنا نتيجة ضرب وقسمة PT capital ناقصا PA اللي هي موجودة هذا اللي أخذناه بالأعلى هذا نتيجة هذا اللي سويناها الحالة راح يظهر لنا الواي داش. إذن هو شنو الواي داش؟ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الواي داش لكل مادة غير منتشرة عبارة عن البارشل بريشر لتلك المادة على البي تي سمول. إذن الواي داش هنا هاي شنو الواي داش؟ هو مو مول فراكشن جزء على الكل. الجزء اوكي لاي ماده اللي انا اريدها بس مو على الكل، لا على المواد فقط حاصل جمع الضغوط للمواد الغير المنتشره مثل الواي سي داش. الواي سي داش هو عباره عن البارشل بريشر للماده سي على مو التوتال بريشر، لا على مجموع المواد الغير المنتشره فقط. نفس الشيء بالنسبة للواي دي داش، هو عبارة عن الضغط البارشل بريشر للمادة دي على الضغط الكلي اللي هو ما عدا المادة المنتشرة فقط على مجموع الضغوط للمواد الغير المنتشرة. فهسه عرفنا شنو معنى البي توتال سمول يختلف عن البي توتال كابيتال عرفنا ليش خلى الواي داش، لانه ما استخدم البي توتال وانما استخدم البي تي سمول هي توتال فقط للمواد الغير المنتشره. اوكي، اما لحساب البي لوج المين اللي موجود هنا بالمقام هذا شلون نحسبه؟ نحسبه من هذا القانون اللي هو شو يقول؟ البي توتال ناقصا البي اي 2 ناقصا البي توتال ناقصا البي اي 1 على نفسهم، ولكن لين بي توتال ناقصا البي اي 2 على بي توتال ناقصا البي اي 1. فعرفتوا اللوج المين شلون يحسب؟ هذا اللوج المين يحسب قبل ما نبدا نطبق قانون الفلاكس للماده اي. اذا معناته انا عندي شغلتي لازم احسبها قبل ما ابدي اطبق قانون الفلاكس، هي إيجاد قيمة الدي داش اللي هو الثابت، أما عن طريق الصيغة الأولى بدلالة البارشل بريشر أو الصيغة الثانية بدلالة المول فراكشن للداش وهاي أولا حساب الدي داش، وثانيا أحسب اللوج المين بارشل بريشر عن طريق القانون الموجود بالأسفل هو لحساب قيمة اللوج المين البارشل بريشر. طلاب هنا راح ناخذ اكزامبل تطبيقي لقانون الماكسويل فور مالتي كومبوننت سيستم، لان المالتي كومبوننت سيستم يكون شوي اقل اكثر تعقيدا من الباينري سيستم، لانه الباينري سيستم هو تقريبا نفس التطبيق للفيكس لو. راح ناخذ للمالتي كومبوننت سيستم. نلاحظ بانه السؤال الموجود هنا يحتوي على شنو؟ يحتوي على ماده الاكسجين. الاكسجين اعتبره هو الماده اي، ومو شرط يقول لكم هو الماده اي، بس هنا من ضمن الكلام يقول بانه is diffusing through non diffusing gas mixture. يعني الماده اي هي اللي تنتشر في المواد الغير المنتشره بالماده اي. شنو هي المواد الغير المنتشره؟ عندي مادتين، الماده الاولى هي الميثان CH4 اعتبرها هي الماده بي، واند الهيدروجين اللي هي الماده الثانيه الغير منتشره الهيدروجين اللي يعتبرها الماده سي. مطينا بانه ايش يقول بالسؤال؟ مطينا بانه اكو فوليوم ريشيو للمواد، هاي الفوليوم ريش المواد الغير المنتشرة إيش قد حجمها؟ نسبتها 2:1، يعني هاي الاثنين بالنسبة إلى المن للميثان والواحد للهيدروجين، يعني هاي نسبة الميثان إلى نسبة الهيدروجين. أوكي،
total pressure مطينا 1 في 10 أس 5 نيوتن على متر تربيع، 1 في 10 أس 5 نيوتن على متر تربيع هذا total pressure، ومطينا درجة الحرارة 0 سنتيغريد سيليزية، فمطينا total pressure ومطينا قيمة T. The partial pressure of oxygen يعني مطينا partial pressure للمادة المنتشرة اللي هي الأكسجين are the two planes 2 مليمتر. إذا هذا الثيكنس المطينا 2 مليمتر هو قيمة الزيت. شنو البارشل بريجر؟ البارشل بريجر الأول PA1 13 كيلو نيوتن على متر تربيع and 6.5 كيلو نيوتن على متر تربيع. هذا هو شنو؟ هذا البارشل بريجر الأول PA1 ومطينا البارشل بريجر PA2 للأكسجين. أوكي؟ هسه بما انه اني مالتي كومبوننت سيستم المفروض يعطيني الديفيوزيفيتي الثابت للماده A وين بالماده B والماده A بالماده C، يعني ديفيوزيفيتي الديفيوجن كوفيشنت للاكسجين بالميثان ويعطيني الديفيوجن كوفيشنت للاكسجين بالهيدروجين. فهو هنا يقول ذا ديفيوزيفيتي اوف اكسجين ان هيدروجين، فهنا مطيكم الدي للأكسجين بالهيدروجين 6.9 في 10 سالب 5، ومطيني أيضا الديفيوزيفيتي المن للأكسجين بالميثان مطيني 1.8 في 10 سالب 5 متر تربيع على سكند. المطلوب حساب شنو؟ The rate of diffusion of oxygen معدل الانتشار للأكسجين، طبعا الوحدات مالته كيلو مول على متر تربيع في سكند لكل سكوير متر اوف تو بلينز. هنا نريد قيمه للريت اوف ديفيوجن، والريت اوف ديفيوجن احنا مثل ما نعرف يقصد بها الفلاكس اللي هو الان اي. فبما انه اني هذا السيستم المطينية هو مالتي كومبوننت سيستم يعني متكون من ماده تنتشر بمادتين معناته هذا مالتي كومبوننت سيستم، فهاي المعادلة اللي هي نطبقها هي معادلة عامة. مثل ما قلت لكم المعادلة هي نفسها بالكمالتي، الاختلاف حيكون فقط بقيمة الدي داش حسب المعطيات مال السؤال. اوكي، هسه احد يقول شلون احنا نعرف من يجينا هيك السؤال، طلاب من يجيني انا هيك السؤال هو اخلي معادلة الماكسويل اللي هسه صارنا بالجزء الثالث من المحاضرة الرابعة كمحاضرة رابعة لمعادلة الماكسويل أقارنها ويا معادلة الفيكس اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى والثانية والثالثة. ليش إحنا شلون نقارنها؟ إحنا بالفيكس لو ما أخذنا المالتي كومبوننت سيستم، أخذنا فقط الباينري. هذا سؤال توجهوه في حالة إذا كان عندنا باينري سيستم متكون من مادة تنتشر بمادة أو بالعكس يعني مادتين فقط، بس هنا عندنا ثلاث مواد، الاختلاف اللي راح يصير هنا ثلاث مواد. احنا بالفيكس لو ما أخذنا مالتي كومبوننت سيستم بس بالماكسويل، فإذا إجاكم سؤال متكون من مالتي كومبوننت سيستم أكثر من مادتين يعني ثلاثة فما فوق، رأسا تتوجهون تفكيركم على معادلة الماكسويل. أوكي طلاب، فهاي المعادلة قدامنا مثل ما قلنا سابقا بأنه هاي المعادلة أشوف شنو المتوفر بها حسب معطيات السؤال. عندي قيمة الـ R ثابت أنا لازم أحافظه، عندي قيمة درجة الحرارة مطيني إياها، التوتال بريشر مطيني إياها، PA1 وPA2 مطيني إياها، الزيت مطيني إياها مع أخذ بنظر الاعتبار الوحدات. اللي هو فقط اللي أنا لازم أوجده دائما قيمة الدي داش، قيمة الدي داش أنا لازم أوجدها، وقيمة اللوج المين بارشل بريشر أنا لازم أوجدها. أوكي، الدي داش حسب معطيات السؤال، الدي داش أنا أما أوجده عن طريق البارشل بريشر أو أوجده عن طريق المول فراكشن اللي هو الواي داش. هنا حسب معطيات السؤال أنا هسه راح أوجده بدلالة المول فراكشن، المول فراكشن اللي هو بدلالة الواي داش. ليش؟ لأن أنا مطيني بالسؤال مطيني نسبة حجم 2 إلى 1، هذا يقصد به بالغازز، بالغازز أقدر أقول المول فراكشن بالغازز كأما يعطيني كنسبة حجمية أو يعطيني
على شكل نسبة مئوية، نقول مثلا الخليط يتكون من هلقد بالمية، هل كل مادة تتكون من هلقد بالمية من الخليط، فهذا معناتها واي داش. فهنا معطينا بدلالة نسبة حجمية. فده يقول بأنه الميثان اثنين اللي هي المادة بي، والهيدروجين واحد المادة سي. فمعناتها من أريد أوجد نسبة المادة بي، شو يقول؟ كمية المادة بي على الكمية الكلية. كمية المادة بي مطينيها اثنين، على الكمية الكلية أجمعهن اثنيناتهن النسبة الحجمية فصير ثلاثة. هذا بالنسبة للمادة بي. بالنسبة للمادة سي النسبة الحجمية مادته هو واحد، على الكلية ثلاثة. فهذا وجدت واي بي داش وواي سي داش. من وجدتهن أطبقها بالقانون مال الدي داش، قانون الدي داش، اللي هو وجدت الواي بي داش والواي سي داش، ومطيني الديفيوزيفيتي لتلك المواد، راح أوجد قيمة الدي داش، راح أوجد قيمة الدي داش. فهنا هذا السؤال فقط يعرف لنا شلون نوجد المول فراكشن في حالة إذا أعطانا إياها على شكل حجوم. أوكي؟ اللوجن مين بارشل برجر الحد الداخل اللي هو أهني ما أعرفه لازم أحسبه، مثل ما هو قانون ثابت اللي هو البي توتال ناقصا البي اي 2 ناقصا البي توتال ناقصا البي اي 1 على لين لتلك المقادير الموجودة بالبسط. كل شيء متوفر عندي، البي توتال مطيني إياه، مطيني قيمة البي توتال 1 في 10 أس 5 نيوتن على متر تربيع. أوكي، أناقصها من البارشل برجر للمادة اي أولا وثانيا. البارشل برجر للمادة اي المطينيها اولا 13 كيلو نيوتن، كيلو احولها الى نيوتن على متر تربيع، الشيء اللي فسر عندي شنو يصير عندي هنا مو 13 العفو 1.3، فمعناته شيء يصير عندي العفو 13 صحيح 13 كيلو نيوتن على متر تربيع فيصير 13000. اما البي اي 2 مطينيها 6.5 كيلو نيوتن على متر تربيع، ف 6.5 اضربها في ألف على مود أشيل الكيلو يصير عندي 6500 نيوتن على متر تربيع. فوحدت الوحدات الموجودة بناء ساويتها ويا البارش ويا التوتال برجر، فحصلت على اللوج المين بارشل برجر. قبل ما أطبق ذني الاثنين بالقانون لاحظت بأنه الزيت مطينيها 2 مليمتر، الزيت المطينيها هنا أنا بالسؤال لاحظوا طلاب مطينيها 2 مليمتر، أنا دا أشتغل بالمتر فأحول 2 مليمتر إلى متر فأضربه في 10 سالب 3 على مود أحصله بدلالة المتر. أرجع وراها أطبق كل شيء بالقانون، أنا ما مخلي بس الأرقام ما مخليها على مود تقدرون أنتوا تشتغلوها بيديكم. من طبقتها بالقانون وجدت قيمة الـ NA اللي هو الفلاكس اللي هو دايريدها الريت اوف ديفيوجن اللي هو 3.9 في 10 سالب 5 كيلو مول على متر تربيع في سكند. هذا السؤال علمنا شلون نطبق الحجوم لايجاد المول فراكشن للمواد الغير المنتشره. في نهايه الجزء الثالث من المحاضره الرابعه نكون قد انهينا موضوعنا، خاصة في موضوع الماكسويل تعرفنا عليه في حالة إذا كان عندنا باينري سيستم ومالتي كومبوننت سيستم. إن شاء الله نكون قد توفينا بالمادة العلمية، نستودعكم الله ونلقائنا في محاضرة جديدة مستقبلا، وشكرا جزيلا للجميع.